نظام إلى ملاحقة الأطباء الذين يقدمون على معالجة الجرحى من المتظاهرين الذين يتعرضون للاعتقال إذا ما لجأوا إلى مشافي الدولة مع بداية الثورة. مع تقدم الأحداث كان لماجد الشاب الذي أصيب جراء القصف على أحد أحياء دير الزور أن يتألم أكثر مع بساطة التجهيزات الطبية التي أعدها الناشطون على عجل لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء المناطق المحررة، ذلك للقداسة التي تتمتع بها قذيفة جيش الأسد، فهي لا تصيب إلا إرهابيا أو مخربا للوطن وجمال الوطن، فالواجب عند ذلك محاسبة ومعاقبة المصابين جميعا. بالنسبة للشاش حقيقة أصبح صعب الحصول عليه في كل المناطق الموجودة في سوريا، ونحن نتبع الأساليب الجيدة في تعقيم أكياس الطحين ونصل إلى نتيجة جيدة جدا، يعني لا يحدث التهاب، لا يحدث أي إنتان ضمن الجرح. فمن الناحية العلمية قد تكون غريبة يعني، ولكن أثبتت فعاليتها يعني. يعني بس نطمن لهالي كله انه الشاش نفس مفعولية او الكاس طاحي نفس مفعولية الشاش؟ ايه نفسه تماما، ناحية التعقيم نفسه تماما، ولكن ناحية امتصاص شو اسمه اقل. استهداف المستوصف في منطقة الحولي المركز الطبي. من هذا المنطلق يتابع جيش النظام في الحولة بحمص استهداف المستوصفات والصيدليات وعيادات الاطباء ليمنعها من تقديم المساعدة الطبية للمصابين من أبناء المنطقة، سواء كانوا مدنيين يصابون بالقصف أو ثوارا يصابون أثناء المعارك. عليهم جميعا أن يتألموا كثيرا دون وجود العلاج المناسب، أو عليهم أن يتمنوا الموت 1000 مرة من شدة الألم والعذاب. أما رفاقهم فعليهم أن يكملوا معركة الحرية بشجاعة وإصرار دون النظر إلى سوء الظروف أو انعدام الإمكانيات حتى الطبية منها. شبكة شام الإخبارية. انتهت.